أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي الطقس العرب في الأردن. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة مع استمرار لهبوب الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية التي تزيدنا الشعور بالبرودة، لكن الطقس سيميل للدفء خلال ساعات الظهيرة والعصر. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم يكون الطقس صافي 17 درجة مئوية، الملموسة 16، الرطوبة حوالي 75%، والرياح تستمر شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس صافي بشكل عام، إربد 21 إلى 12، عجلون 20 إلى 12، جرش 19 إلى 10، والمفرق 18 إلى 8 درجات مئوية. المنطقة الوسطى عمان 17 إلى 9، الزرقاء 18 إلى 6، البلقاء 20 إلى 12، مادبة 19 إلى 9، والبحر الميت 28 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 16 إلى 7، الطفيلة 17 إلى 10، الشوبك 16 إلى 9، معان 16 إلى 6، والعقبة 28 إلى 15. المنطقة الشرقية الأزرق 19 إلى 5، الصفوي 18 إلى 5، ورويشت طقس صافي 17 إلى 5 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا. نهار سعيد نتمناه للجميع وإلى اللقاء.